نقول كابتن محمود الخطيب الف سلامه، ان شاء الله تقوم يعني احسن من الاول. كمان هو متواجد حاليا زي ما حضراتكم تابعين في فرنسا تحديدا، ويعني هقول رحله علاج طبعا هو بيخضع ليها وفحوصات طبيه مختلفه بعد تكرار فكره هنا نوبه الدوار او الدوخه اللي كانت بتجيله اللي اتعرض ليها كمان لما كان موجود لحضراتكم فاكرين مع المعسكر في النمسا، وده اللي تسبب ان هو وقع يا كريم وقتها وكان جاله جرح يعني قطعي بالراس. وبعد كده كمان يعني كابتن محمود عرض حالته خلال ساعات كمان اللي فاتت تحديدا على العديد من الاطباء بتوع المخ والاعصاب، كبار كمان اطباء المخ والاعصاب والرقبه وغيره، عشان يعرف وعشان يطمن ايه اللي حصل بالظبط او ايه سبب الحاله دي. وبعد كده هيكون كمان متواجد علشان يتلقى العلاج هناك نتيجه طبعا برضو كان سبب من الاسباب اللي كان وقتها الدكاتره قالوا له الضغوطات اللي اتعرض ليها بشكل كبير جدا على مدار كمان الفترات السابقه، كان ضغط كبير جدا كلنا كنا متابعين اكيد. وبعد ما انتهى كمان من الفحوصات الطبيه وغيره هيعاود ان شاء الله العلاج، وبعد كده باذن الله يبقى في فتره راحه ويعود مره ثانيه للقاهره. وبرغم كل ده برضو امبارح كلنا تابعنا رغم طبعا الظروف الصحيه اللي بيعدي بيها، لكن هو كان تلقى دعوه، كانت الصور منتشره بشكل كبير جدا. تلقى دعوه من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، واللي كان حريص جدا برضو على التواصل والسؤال على يعني كابتن خطيب، واصر ان هو يدعوه لحضور الكلاسيكو الفرنسي اللي كان بين باريس سان جيرمان ومارسيليا. ووجه طبعا يعني كابتن محمود الخطيب الشكر والتحيه لناصر الخليفي على الدعوه وعلى التقدير، واعتقد دي برضو لمسه كبيره جدا يا كريم. اتمنى لي اكيد التوفيق في الفترات ويعني الماتشات زي ما بتقال كده العقبه اللي جايه. لكن في الاول وفي الاخر احنا خلينا نقول يعني عشان الناس امبارح كانت قلقانه، لا كابتن محمود الخطيب كويس الحمد لله، لكن هو زي ما احنا بنقول لحضراتكم مفيش حاجه اكتر من ان هو بيعمل دلوقتي فحوصات طبيه، وان شاء الله لو في جديد اكيد هنبلغ حضراتكم من خلال كمان النادي الاهلي او من خلال قناه النادي الاهلي. بسيطه ان شاء الله وباذن الله يعني يعود كابتن محمود الخطيب يعني سالم غانم باذن الرحمن، اكيد بنتمنى له السلامه، ربنا يشفيه ان شاء الله، وزي ما بقول لكم باذن الرحمن تكون حاجه بسيطه ان شاء الله.